بقاش امير غير اللي يوصل علمه للناس. وليه يا اخي ما بقاش عندك طموح؟ انا عايش بالطموح على طول. انا لغايه اللحظه اللي اتاكدت انك خطفت فيها ابني كنت ببيع وانا مغمض، ومغمض عن حاجات كتير كمان. يا ابني انا مش حاسس باي انفعال في صوتك. يا دكتور طبيعه شخصيه هاملت ان ازمته داخليه. يا حبيبي داخلية خارجية المفروض توصلني. صح صح ده. انا عاوزك تتصور واحدة ست عجوز سمعها تقيل ونظرها ضعيف وقاعدة في اخر كرسي في الصاله والعجل والاسفل والعفاريت اللي هما احنا 100 مليون مرة 100 مليون مرة عفاريت الاسفل 100 مليون مرة. صحصي يا جدع. عاوز تروح السينما العبقرية دي زي كرة الاسكواش كده بين اتنين لعيبة جامدين، واحد فيهم يبعت الكرة والتاني يروح. تفرق ايه الليل عن النهار عندكم يا اسطى؟ طب ما انتوا التلاتة قدامي اهو، لو عايز اخضر بيكم مفيش حد هيحوشني عنكم. لزومها ايه الحبسة؟ بصير صورة من كشف النزلاء في الفندق اللي اقام فيه موكلي والسيدة هند مصطفى الساكت بموجب عقد الزواج العرفي واللي ثابت في الكشف ده. يبقى لا اله الا الله، ربنا يحفظ ختامنا جميعا. امك مثلا ياما جبت لها حاجات غالية كتير، لكن عمري ما شفت سعادة في عينيها زي يوم ما بجيب لها ورد. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي. كمان كلمة اهلا وسهلا ما تكفيش احساسي وامتناني لوجودك الفنان الكبير محمد. انا اشكرك اشكرك اشكرك. انا يعني مش بشخص المسائل، بس انا هقول لحضرتك مجموعه من اللقطات تلخص بالنسبه لي محمود حميده. واحد، لقطه الفنان اللي فجاه ومن سنوات يقول احنا هنعمل مجله للسينما وسط ما كتير من الفنانين ما بيفكروش غير فهناخد كام في الدور. في لقطة تانية لفنان ممكن يقعد سنين ما يمثلش حاجة مش عايز، ولما يجيله دور إن شاء الله من مشهد واحد أو دور واحد ميت يعمله بمنتهى السرعة وبمنتهى الإجادة. لقطة الخليفة اللي لما مثل وشاف وشاهده مهرجان كان أو جمهور مهرجان كان استرعى انتباهه واتكلم على هذه الموهبة. الفنان اللي أجيال من الشباب لما بتشوفه بتعتبره الألفة بتاعها، الألفة بس في ود وعمار. في كذا لقطة لمحمود حميدة كده تخليني قاعدة سعيدة انك موجود معايا. حتى انا واصحابي في الغردقة وكان معايا العيال وكده، ف واحد صاحبي عنده قرية هناك سياحية من القرى يعني بتاعت الغردقة، قال لي يا محمود أنا عامل النهاردة مسابقة، كانت أجازة نص السنة لملكة جمال القرية، ما تيجي تجيب أصحابك وتسهر وبتاع. قلت له طيب، فخدت أصحابي اللي هم في الغردقة عددهم كتير جدا ورحنا عند الراجل ده وعمل لنا بقى ترابيزة على البيست وناس كتير موجودين وشباب صغيرين وبنات وأهالي يعني. فطلع الراجل الدي جي اللي بتاع الحفلة قالوا معانا النهاردة يا جماعة النجم الكبير ممدوح حميدة. بس هناك محدش سقف، قعدوا يبصوا لبعضهم كده وبتاع. وبعدين هو قال يا جماعه بقول لكم النهارده معانا الفنان الكبير ممدوح حميده، وبرده محدش سقف. مين ده؟ هو كل شويه ايه يقرب من الترابيزه بتاعتنا كده وحاطط هيدفون. بعدين يا جماعه، فالراجل صاحبه قال له اسمه محمود، قال لا لا مؤاخذه يا جماعه محمود حميده، وراح ماشي، ما حدش سقف برضه.
مش بالاسم، مش بالاسم، بتطلع والهيبه و لا دي حاجات حلوه، انا بحب الحاجات دي. طب هتاخذني لما ابتدي مع حضرتك السؤال بانه في ناس كتيره بتعتقد انه محمود حميده عشان يعني قليل الظهور ممكن يرفض 15 فيلم ويمثل فيلم متعرفش ايه اسبابه، يقول انه هو في ناس تقول ايه ده غريب الاطوار، او ناس تقول ده تيمك جدا. لا انا هقول لحضرتك، لسه كان الاسبوع اللي فات ده واحد زميل بيسالني بيقول لي انت ايه ما بتشتغلش ليه؟ وهو بالتحديد هو طارق العريان. طارق العريان هو اول مخرج انا اشتغلت معاه، وكان لسه ده اول فيلم بالنسبه له، كان الامبراطور. فهو كان بيسالني يعني تقابلنا من اسبوعين كده ما بتشتغلش؟ قلت له لا بشتغل. قال لي لا بس قليل قوي. قلت له عشان انا ما بقدرش اقوم العب شخصيه الا اذا كان جوايا هم، يعني ان لم اكن محملا بالهموم نتيجه التعايش مع الخلق واروح واجي وعايش زي بقيه الناس، فامتلئ بهموم اللي هي كلها هموم اجتماعيه. فلما امتلئ احس ان انا لو ما فرغتش ده في شخصيه ممكن انفجر مثلا. لكن طول ما انا ما عنديش هموم ما اعرفش اقوم ارسم شخصيه والعبها. ما يعني اقول له يعني انا هلعب ليه؟ يعني ايه اللي هيخليني اروح اعمل شخصيه؟ فهو ده السبب الحقيقي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، دي اغرب اجابه سمعتها في حياتي من ممثل. ليه؟ ليه؟ انا يعني اقول لحضرتك يعني في حد يقول لك ايه انا ما امثلش غير لما دور يعجبني، لما مش عارف ايه. انت حضرتك لا جد. حكايه دور يعجبني دي انا تجاوزتها من زمان، او نفسي مثلا امثل ده، يعني دي حاجات انا تجاوزتها من زمان. يعني بقيت في مرحله اخرى غير مرحله الطفوله ثم الصبا ثم ريعان الشباب ثم اكتمال الرجوله ثم يعني بدايه الكهوله عند الأربعين. انا دلوقتي فوق الستين، فكل واحد يعني بيحصل له تطور في حياته، وانا ما عرفتش الحكايه دي. يعني الرد ده انا ما عرفتوش الا بعد ما عديت 50 سنه. يعني انا كنت بسال نفس السؤال، طب هو انا ليه مش بروح اشتغل يعني ليه ما ده بيجيب لي فيلم كويس او يعني لغايه لما ربنا هداني يعني وراني. طب انا عندي سؤال، مش عارفه بقى يعني انبسط ولا ازعل. يعني حضرتك الموسم ده بسم الله ما شاء الله ليك 3 افلام. ده انت معبي على الاخر بقى، ده انت مش طايق نفسك. مش طايق نفسك. صحيح صحيح. طب طول الوقت من الصعب انه ناس او فئه من الناس تتعامل مع محمود حميد على انه ممثل وفقط او 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 مشخصاتي قدير، لان زي ما قلت في لقطات كده بتكمل الاسم والشخصيه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، في وقت من الاوقات كنتوا بتعملوا الفن السابع، مجله الفن السابع. انا كل اعداد المجله دي يا استاذ محمود انا محتفظه بيها لحد اللحظه دي، من كتر ما هي كانت بالنسبه لي ثروه سينمائيه. انا كنتش عارف انه حضرتك يعني شريك في المشروع ده، بس انا لقيت مطبوعه عظيمه قيمه ايه ده وفي بلدنا وخواجاتي، ابتديت اشتري عدد والتاني والتالت، وبعد كده قالوا ده محمود حميده اهتم بالموضوع ده. الى اخر عدد انا كنت بسال نفسي هو ليه محمود حميده يعني يصرف فلوس عشان يعمل مجله عند الفن السابق. هو الحقيقه ان هي الفكره مش فكرتي اصلا، هي فكره هيئة التحرير اللي عملت المجلة، وكانت الهيئة دي من 3 أشخاص، هم محمود الكردوسي رئيسا للتحرير، وأسامة عبد الفتاح، وحامد العويضي رحمة الله عليه ده كان المدير الفني بتاع المجلة، وهم كانوا عايزين يعملوا مجلة مطبوعة سينمائية لأنهم بيحبوا السينما وعايزين يروجوا للسينما. وعرفني عليهم برضو واحد كان صاحبي قوي مات هو الله يرحمه، اسمه محمد دسوقي. وكان صحفي كبير شاطر جدا، قال محمود في ناس عايزين يعملوا مجلة ومعاهم 5 شركاء للتمويل يعني اقصد. أيوة. وتبقى انت السادس. قلت له مفيش مانع. وبعدين غاب
وبعد ثلاث شهور كده قال لها محمود الشركة اللي كانوا هيخشوا في المجلة انسحبوا، فانت عندك مانع تعملها لوحدك؟ قلت له لا ما عنديش مانع، انا كل ده بجاوب ومش عارف انا هعمل ايه اصلا. بس انا يعني مدام الفعل حميد يعني. فعمل لنا اجتماع عندي في المكتب، قعدت معاهم، فهم كانوا عاملين عدد زيرو كده بروفا. فلقيت المطبوعة فقيرة. فقلت لها حامد المطبوعة دي فقيرة والسينما غنية. قال لي ايوه يا استاذ محمود بس يعني هو ما فيش فلوس. قلت له على فكرة الغنى غنى النفس. فهو اندهش جدا من الحكاية دي. قلت له انا ما يعني انا معيش فلوس، انا هدور هشوف هجيب فلوس منين، بس مش هو ده الموضوع يعني. انا عايز مجلة، هما كانوا عاملينها لونين. قلت لهم لا انا عايزها اربعة لون وتبقى يعني مطبوعة تليق بغنى السينما. فهم بقى اللي عملوا كل الشغل ده. بس مرة تانية السؤال هو مش عايز اقول كل، بس اقول كتير من الفنانين بيدور على المردود اللي هجيله. انت في حاجة جواك معرفش، انت مهتم بالمهنة بالصناعة يعني، مش بتدور بس على الدور اللي انت هتمثله حلو. معرفش الحافز ده من زمان عندك ولا تقييمك ومحبتك للسينما المصرية دي جت ازاي؟ لا انا حبي للسينما هو حب زي كل باقي الجمهور يعني، يحب السينما ويحب يشاهد السينما اللي هم بيحبوا يشاهدوا السينما. بعدين لما دخلت السينما ما كنتش لسه درست السينما. واشتغلت مع محمد خان فيلم وفارس المدينة. فلما اشتغلت مع محمد خان وشفت طريقته في الشغل، فده دعاني الى دراسة السينما. يعني لما اتفرجت على محمد وهو بيشتغل. والحكاية دي انا مش عارف قلتها قبل كده ولا لا، بس على العموم هو ده اللي حصل. قلت لازم ادرس السينما. فرحت ادرس بقى الانتاج. كان في ناس كتير فاكريني رايح ادرس تمثيل، مش رايح ادرس تمثيل، التمثيل درسه من زمان يعني. فدرست الانتاج والسيناريو والتصوير والاخراج، يعني كل العناصر بتاعت السينما عشان يبقى عندي فكرة عن الصناعة اللي انا بشتغل فيها. نقطة نظام، حضرتك درست تصوير و عشان ابقى عارف يعني الكاميرا بتصورني يعني لازم ابقى عارف ايه دي. وكان عندك وقت وطاقة انك تقعد تذاكر وتدرس. ايوه بس كان في طبعا انا لما رحت ادرس فكنت بعت السي في بتاعي المعهد في استوديوهات سي بي اس في امريكا. فلما اطلعوا على السي في بتاعي لوني عامل 33 فيلم روائي. قالوا ده جاي يدرس ايه ده؟ فلما رحت وقابلت الراجل صاحب المعهد يعني قال لي انت جاي تعمل، قلت له جاي ادرس، عايز ادرس انتاج وعايز ادرس سيناريو. قال لي انتاج وسيناريو بس ده كتير عليك. قلت له لا ما عنديش وقت، انا لازم تعمل لي انتنسيف كورس كده. وبعد شويه هو طلب مني بقى ان انا اعمل محاضرات عامه لباقي الدارسين، لان كان المدرس الكبير قوي في المعهد اللي هو بيدرس سينما يعني وبيتكلم في السينما ده عامل فيلم واحد لو بادجت فيلم دور ثانوي. فانا كنت فيما اتحدث يعني اتحدث عن الصناعه، صناعه السينما في بلد فقير، احنا ازاي بنصنع الفيلم وايه ملابسات صنع الفيلم. فده كان ماده بالنسبه للدارسين غنيه جدا. ماشي يا ساتر. ودفعوك فلوس بقى؟ ده دفعوا لي. لا ده هم كانوا بيدفعوا لي بقى بعد كده. بالظبط صح. ده انت كده رايح يعني حصل استفاده متبادله. هم بيعرفوا ازاي يستعملوا الخبرات كويس يعني. طيب في ناس تقول الفنان محمود حميده ده اصلا ارستقراطي من اسره ارستقراطيه عشان كده يعني بيبان عليه في ادائه في كلامه. في ناس تقول لا يا جماعه ده فلاح، ده هو اصلا اهله يعني فلاحين.
انا مش عارفه اي روايه هي الاصح. الاثنين صح. انا اهل ابويا فلاحين. اه. واهل امي من الطبقه اللي نطلق عليها ارستقراطيه يعني. ولكن انا عشت المجتمع ده وعشت المجتمع ده بنفس الدرجه من الانخراط في المجتمع. يعني زي ما كنت اروح اقعد مع اهلي في الغيط واشتغل في الغيط، انا بقعد برضو على سفرة فيها بروتوكول وفيها حاجات تانية غير الفلاحين. لا يعني انت كنت تشتغل في الغيط وتقعد على سفرة ارستقراطية لما اجي المدينة بقى. انت حياتك كانت موزعة. انا كنت بحب يعني حتى مش اخواتي كلهم، احنا خمسة اخوات بس انا بس اللي كنت بعمل كده. طب وليه خليك تشتغل في الارض؟ بحب الحكاية دي. لا يعني فلاح فلاح ولا فلاح 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 عازق الارض يعني. مش باين عليك خالص. طب الحمد لله. عليك خليل يا دكتور، مش بتبعت لولدك في امريكا تقول له تعالى يا واد حجاوز يجيب لك عيال تقعد في وسطيها بدل قعدتك محصور؟ خد كل بالهنا والشفا. محمود باينه استحلى القعده في امريكا، ولو رجع لو يعني هيطردك انت وعيالك، ومش بعيد يطردني معاك وانا كمان. حد بيعيط يابا؟ اديله البزازه يا بيت يا نجاة. باين عليك مبروك يا واد. رقصني يا جادة. طب وانت صغير كنت بتاخد اجره وانت بتشتغل في الارض؟ طبعا بشتغل في الارض بتاعتنا، اخد نفر زي اللي انا بدفع لهم. يعني احسب نفسي نفر، ما انا بشتغل معاهم. بنجمع قطن، بنجمع لطع، اي حاجه في كنا بنزرع قطن. اشتغل نفر. وانا اللي بدفع الاجره يعني. وكنت بتدي نفسك اجره قد ايه؟ 15 قرش. 15 قرش. وقررت ان انت تستقل وتشتغل بقى. كان الاطفال او الصبيان يعني ياخدوا 15 قرش والراجل بياخد ربع جنيه. سواري بقى حضرتك بقى يعني يوم عمل وشق جدا، الاجره كانت ايه؟ انتوا من ارياف ايه؟ من اني احنا من قريه تبع مركز اسمه اطفيح. اطفيح الجيزه. جيزه. اطفيح الجيزه. طيب طيب انا كل السياق اللي انا ماشيه فيه دلوقتي ده كد واكتشاف للدنيا ورغبه في تحقيق الذات، مفيش تمثيل بقى؟ ما حكيتليش. لا في تمثيل طبعا، انا عندي خمس سنين يعني. مثلا لما كنت اروح البلد فاجمع الاطفال وبتاع على غير رغبه اهاليهم، واعمل تمثيليه واعمل مسرح كده، اعمل مصطبه من التراب واجيب اربع تفلاق نخله احطهم، هم دول اركان المسرح، وبعدين انور بالكلوب بتاع البيت بتاعنا. كان زمان ما كانش فيه كهرباء، كان فيه كلوب بس، ويمثلوا واجيب اهاليهم واتفرجوا عليهم بالعافيه. مستنكرين التمثيل. لا ده انت من زمان وانت كده يعني زمان. وتجيب العيال واهاليهم. اهاليهم بالعافيه يتفرجوا. كلها كده. قلت له مين فؤاد حداد؟ واخد في وشه كده مش همه اي حاجه يعني. قال لي مش بقول لك حمار. بص القط نو، ما احنا اللي عملنا القط كلب وقته وبقيجي فؤاد كده. وجزمته وفاهمه شرابه، ولاول مره في حياتي اتذوق الشعر. ويقول انا هعمل دور الميت. انا عارف انا بقول ايه. كرسي في الكلوب، كرسي في الكلوب. شال عينه من الكاميرا وقال محمود انت كويس؟ قلت له طارق كويس، مالك فيه؟ قال لي انا اتخضيت، انا افتكرتك موت. قلت له لا.